حبايبي بصراحة النهاردة النهارده هنكمل الدرس الثالث معانا، وهو غزوات الرسول. خدنا المرة اللي فاتت غزوة بدر، عرفت ان غزوة بدر كانت سنة 2 هجريا، كانت بين المشركين المسلمين والمشركين، ونتائجها ان المسلمين انتصروا على المشركين رغم قلة عددهم. فيلا هنكمل درسنا النهاردة. تمام، تاني غزوة عندنا كانت بعدها بسنة على طول، غزوة احد، كانت سنة 3 هجريا، كانت المسلمين ضد قريش، كانوا في بالقرب من جبل أحد. يبقى غزوة أحد دي كانت من اسمها بالقرب من جبل أحد. جيش المسلمين الرسول وهو بيتفق بيحط خطة الغزوة، حط مجموعة من الرماة على الجبل وقال لهم ممنوع إنكم تنزلوا من على الجبل لأي سبب كان. تمام؟ ممنوع تتركوا الجبل وتنزلوا. إيه اللي حصل؟ إن المسلمين في البداية انتصروا. لما انتصروا في بداية المعركة، الرماة اللي على الجبل الرسول قال لهم ما تنزلوش من على الجبل، خلفوا أوامر الرسول ونزلوا عشان يجمعوا الغنائم. مين ساعتها اللي كان في المعركة؟ كان خالد بن الوليد. يعني الحتة دي معاش في الكتاب، بس ركزوا معايا عشان تفهموها. وهو لا يلبسه اسمعنا أنا يا وهو بنات، يلبسه كان خالد مكان بن الوليد كان القائد بتاع المشركين. لما شاف الرماة اللي فوق الجبل نزلوا، التف من حوالين الجبل ورجع لهم تاني وقضى عليهم. مع الأسف انتصر، انهزم المشركين في النهاية. يبقى غزوة أحد انهزم فيها المسلمين، انهزم فيها المسلمين. تمام. تمام، يبقى الأحداث إن الجيش المسلمين انتصر في البداية، بس بسبب إن الرماة خالفوا أوامر الرسول وتركوا أماكنهم فوق الجبل ونزلوا ساحة القتال عشان يجمعوا الغنائم. فالنتائج إن هو تحول النصر إلى هزيمة، تحول النصر إلى هزيمة، لأن ساعتها المشركين التفوا من حوالين الجبل تاني وجم مع الأسف قتلوا في الرماة اللي كانوا موجودين فوق الجبل اللي هم نزلوا عشان يجمعوا الغنائم. تمام؟ تمام. طيب نيجي بعد كده للغزوة اللي بعدها، وهي غزوة الخندق، كانت سنة 5 هجرية. كانت المسلمين ضد قريش. الأحداث، بصوا قريش كانوا واقفين هنا، قريش هنا أهم في الحتة دي، غزوة الخندق. قريش في الحتة دي، دي الخندق، خندق أو الأحزاب، خندق. طيب هنا قريش، تمام؟ واحد من المسلمين اسمه سلمان الفارسي أشار على الرسول إن هو يحفر خندق هنا، اللي هي الحفرة الطويلة دي، اللي هي الحفرة الطويلة ده، هي أشار على المسلمين. يبقى سلمان الفارسي أشار على الرسول إن هو يحفر خندق هنا بحيث إن زي قناة المشركين السويس، إيه؟ زي قناة السويس حفروها بالظبط، بإيديهم برضه. ركزوا معايا. يبقى سلمان الفارسي أشار على النبي إن هو يحفر خندق حول المدينة، وده خلى من المستحيل إن جيش قريش يعرف يعدي عشان يهاجم المسلمين. ففضلوا محاصرين المسلمين فترة طويلة جدا. ومع الأسف بالرغم من انتصار المسلمين على قريش وحلفائها، ما حصلش بينهم قتال في غزوة الخندق، وانتصر المسلمين على قريش وحلفائها. لحظة واحدة، خليكم معايا لحظة واحدة. كده أمنوا المكان. هل سامعني؟ سامعني؟ لا يا محمد، ما حد سامع. ازاي مش سامعه؟ يعني ما انت قلت، انت بنفسك قلت لا عشان انت سمعت كلامه. كله في ايه ده الامان. بجد؟ مركزين معايا؟ مركزين معايا؟ يعني على ما احط الملف في الشاشه، يعني انا كل الكلام ده. يبقى غزوه الخندق كانت بين المسلمين وقريش. الاحداث ان سلمان الفارسي اشار على الرسول ان هو يحفر خندق حول المدينه، وده خلى من المستحيل على جيش العدو ان هو يهاجم المسلمين رغم
حصار قريش وحلفائها لهم فترة طويلة. النتائج ان انتصر المسلمين على قريش وحلفاء دون قتال، ما قتلوش في غزوة الخندق دي، هم ما قتلوش، ما دخلوش في معركة وقتال مع بعض. تمام؟ طيب مس، هو ممكن سؤال اتفضل يا إبراهيم. يا مس؟ ما هو ازاي يا مس خندق برضو ده يمنع مثلا قريش تضرب بالسيف، لكن ممكن في رماية يرموا او كده، او هم مثلا ممكن بالاحصنة، هي الاحصنة اللي تبقى يعني ماشية في الخندق وهم ينطوا مع الاحصنة يروحوا الناحية التانية. لا يا ابراهيم، لا انت خيالك واسع لا قوي، الخندق كان غويط، ازاي هنطوا وازاي هيحصل كل ده؟ لا طبعا كانوا بعيد عن بعض. وحاجة كمان، الخندق كان هو طويل سوبر مان خالص، مش ففي مش دم عايزه اي تعليقات، خليكم مركزين في الدرس، مش عايزه اي تعليقات. طب نصدق ان حد يسأل سؤال وكلنا بنعلق؟ خلاص يا صلح الحديبيه، نيجي بعدها بعد غزوه الخندق كانت 5، نيجي لصلح الحديبيه كانت سنه 6 هجريه. تمام؟ صلح الحديبية ده كان بين المسلمين وقريش، كان المسلمين بقيادة الرسول وقريش. صلح الحديبية ده جه ازاي؟ إن الرسول كان خارج مع أصحابه عشان يروح مكة عشان يعمل عمرة، يؤدي فريضة العمرة. تمام؟ إيه اللي حصل بقى؟ قريش منعته من دخول مكة. في الوقت ده حصلت مفاوضات بينهم انتهت بعقد صلح الحديبية اللي هو صلح بين الرسول وبين قريش. خلاص بقى، كان شروط الصلح ده تم الاتفاق في الصلح على هدنة، على هدنة يعني ان هيبقى في فترة صلاح، مش هيبقى فيها قتال، يبقى في هدنة بينهم، بين قريش والمسلمين. يعني ايه هدنة يا مس؟ هدنة دي يا سيدي عندك تحت هنا هتلاقيها هدنة، هي وقف القتال لفترة زمنية معينة. وممكن تيجي لك تبقى عارف ان هدنة هي من الحاجات اللي مكتوبة تحت اهي، وقف القتال لفترة زمنية معينة. يبقى الهدنة وقف القتال لفترة زمنية معينة، إن القتال هيقف بينهم لفترة زمنية معينة. يعني بعد كده يا مس، بعد ما عملوا الهدنة ديت اتحاربوا تاني؟ هو قريش جت بعدها بقى بسنتين تقريبا خانت خانت الهدنة دي، بس في وقتها لا، في وقتها كانوا ملتزمين المسلمين وقريش، التزموا في الوقت بتاع صلح الحديبية، ما كانش في بينهم قتال في الوقت ده. تمام؟ هحكي لك الحدث اللي جه بعدها، بس ركز معانا الأول في صلح الحديبية. يبقى تمام. صلح الحديبية ان هم اتفقوا على هدنة، مفيش قتال بينهم. ماشي؟ فده خلى الرسول يفوق بقى، يتمكن ان هو ينشر دعوته خارج شبه الجزيرة العربية، يعني بدل ما الرسول كان مشغول في معارك وغزوات وقتال، لا، لما بقى فيه هدنة بدأ الرسول يفوق بقى وينشر دعوته خارج شبه الجزيرة العربية. بدأ يرسل الرسل للملوك والحكام يدعوهم للدخول للإسلام. فدي كانت مرحلة نشر الدعوة عالميا. تمام؟ بعد كده قريش جاد بعد صلح الحديبية بفترة وجات اعتدت على قبيلة خزاعة. قبيلة خزاعة دي كانت معروفة ان هي مين؟ حليفة الرسول. فلما عملت كده خرج الرسول بجيش كبير جدا عشان يفتح مكة، وفعلا قدر مش ان هو يعني يفتح اعتدت. مكة، قدر ان هو يفتح مكة. اي سؤال بعد ما اخلص شرحي، عشان احنا بنشوشر كده على زمايلنا، بعد اذنكم اخلص شرح الجزء اللي انا بقوله واسأل سؤالك. طب ماشي. يبقى لما قريش نقضت الهدنة مع الرسول واعتلت على قبيلة خزاعة اللي هي خليفة، اللي هي حليفة الرسول، الرسول خرج بجيش كبير وراح عشان يفتح مكة، وفعلا قدر ان هو يفتح مكة ويحطم الأصنام اللي كانت حول الكعبة. قول يا عمر ولا يا عمار، اتفضل. أنا مش كنت عايزة أسأل سؤال، يعني ها؟ إيه اعتداء؟ ايه؟ يعني إيه اعتدت اعتداء؟ يعني راحت قتلتهم، راحت موتت فيهم، اعتدت عليه. حد اعتدى عليك بالضرب، جه ضربك، حد اعتدى عليك بالخناق، جه اتخانق معاك، خورك. كده يا مس على طول كده أي حد تعرف يا يشوفني. مس ان انا اصل مامتي من شبه الجزيرة العربية؟ منين؟ من شبه الجزيرة العربية؟ لا، ما هي ما تعرفش، بس هي تعرف ان هي من الجزيرة، شبه الجزيرة العربية. ماشي، بتقول ايه يا سعيد؟ يا مس، من غير سبب كده اي حد يشوفه مسلم يقوم قاتلينه؟ مش هما قريش ساعتها اذوا المسلمين جامد، متكبرين قريش متكبرين. ساعتها اذوا المسلمين جامد. كان اي حد، اول ما الرسول بدأ ينشر دعوته كان اي حد كان بيدخل في الاسلام كانوا بيقعدوا يعذبوه ويموتوه. لا، ارتكبوا حاجات كتير او في الدعوة الاسلامية. قريش اذوا الرسول جامد والمسلمين. تمام؟
طيب الرسول بقى لما فتح مكة بيقول لك ادى مثال على التسامح، ليه؟ لانه عفى عن اهل مكة، قال لهم اذهبوا فانتم الطلقاء، اللي عايز يدخل في دين الاسلام معايا يدخل، اللي مش عايز يدخل ما يدخلش، انتوا حرين. ونتيجة لتسامح الرسول ده الناس فعلا دخلت في دين الله افواج، دخلوا بكميات كبيرة جدا في الاسلام، باعداد كبيرة في الاسلام. وبعدين في سنة 10 هجرية بعدها بسنتين خرج الرسول عشان يؤدي فريضة الحج، وبعد ما رجع للمدينة مرض مرضا شديدا. في العام التالي اللي هو عام 11 توفى الرسول بعد أن أتم رسالته. تمام يا شباب؟ تمام، بس حرام ما نزلت. طيب هنحفظ الدرس يعني كامل، أصلا يا هنحفظ مسا عشان الدرس مرض. كامل، ركزوا معايا الأول. هكتب لكم على جروب الواجب التسميع والحفظ عشان ما ننساهوش، هكتب على جروب الواجب عشان جروب الواجب ده خاص بالدراسات، عشان الجروب التاني ما كتبش الحفظ والواجب وحد يجي لسه انا ما شفتش. على جروب الواجب هتلاقيني كاتبه الحفظ ايه والتسميع ايه، الحفظ ايه والواجب ايه، يبقى تسميع الدرس التالت. طبعا الواجب هيكون الواجب في تيتشر ولا الواجب طيب ولا الجروب العادي؟ جروب الواجب، واجب بس صفحة، هيكون واجب. واجب صفحة 43، 43 و45. ماشي يلا. تمام، الواجب صفحة ردت كام على يا جروب الواجب كيكي؟ خلاص، هتلاقي المسج وصلتلكوا على جروب الواجب. نعم الواجب خلاص 43 و45، وهنحفظ الدرس تمام. الثالث كامل. ماشي، قولي يا شكرا. سلمى عايزة تقولي ايه؟ بس حضرتك لما قلت لنا ان قريش اذت المسلمين جامد، برضو لما عرفوا ان في اللي هو كان فيه برضو ناس مسلمة في البيت، في بيتهم، فهم حصروهم ومنعوا عنهم الاكل والشرب. فالنبي وهو بره كان بيسمع صوت الصراخ. آه كانوا بيحاصروهم وكانوا بيقطعوهم بيمنعوا عنهم، لأن معظم المنتجات اللي كانت موجودة في مكة ساعتها كانت منتجات خاصة بالحاجات التجارية بتاعت قريش. منعوا المنتجات عن المسلمين، منعوا كل حاجة عن المسلمين، منعوا اللي هي الغلة نفسها، المحاصيل اللي كانوا بيعملوا منها أكلهم، القمح والكلام ده كله، حاصروا المسلمين حصار كامل وقطعوهم، منعوا عنهم كل منتجاتهم. ماشي؟ تمام، شكرا لحضرتك يا مس. باي باي. باي باي. عايزين حاجة؟ يلا مع السلامة حبايبي، لا باي باي باي. باي.